السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم ماستر هيثم الزرعوني. تمارين اليوم خاصة بحرق دهون في منطقة البطن بالإضافة إلى رفع مستوى اللياقة البدنية. تابعونا. التمرين الأول تحتاج فيه كرسي، في البداية تجلس على طرف الكرسي، من بعدها عملية الاستلقاء على الظهر، من ثم تثبيت اليدين بهاي الطريقة، ثم رفع الرجل بطريقة مستقيمة وضمهم بهاي الطريقة والرجوع إلى المستوى الأول، ضمهم والرجوع للمستوى الأول. هذا يعتبر تمرين للمستوى المبتدئ. في حال بغينا نزيد من حدة التمرين، الضم من ثم رفع بالآلة بطريقة مستقيمة، ثم الرجوع مع الضم ورجوع إلى البداية بهاي الطريقة. التمرين الثاني، الوضعية نفسها، في البداية فقط الجلوس على الطرف، من ثم الاستلقاء على الظهر وتثبيت اليدين مثل ما قلنا. تبدا الرجل مستقيمه، من ثم رفعها بطريقه مستقيمه والرجوع الى نقطه البدايه، رفعها بطريقه مستقيمه والرجوع الى نقطه البدايه. هذا المستوى المبتدا. المستوى المتقدم تحتاج انك تنزل الرجل بطريقه بطيئه جدا في النزول لزياده الحده من التمرين. التمرين الثالث تبدأ من عملية الوقوف، من ثم النزول مع خطوات، ولكن على كف اليد تبدأها 1 2 3 4 وترجع نفس الخطوات، ومن ثم عملية القفز. عملية القفز تكون قدر المستطاع بشكل مستقيم وليس بشكل منحني إلى الأمام. وكذلك من الأخطاء الشائعة أنك تنزل مع فرد اليدين لتقصير الخطوات، هذه لا. حاول أنك تقرب الخطوات من الجسم، الكف قريب بعدها قريب، وترجع نفس الخطوات. القرب تحتاج من بعدها عملية القفز. التمرين الأخير معتمد على عملية القفز، ولكن من وضعية النزول. تبدأ عملية القفز من هذه الوضعية نزول، ومن ثم ساعد بيديك في هذه العملية، تقفز لهذا المستوى، ترجع، ومن ثم تقفز مرة أخرى وترجع للمستوى هذا. تمارين القفز من التمارين تحتاج قوة بدنية عالية، فلا ينصح الأشخاص المصابين في إصابات في الركبة أو شبيهة بهذه الإصابات ممارستها. أشوفكم في الحلقات القادمة. تحياتي.